مجموعة من الأسئلة جاوبنا بسرعة ما تخممش برشا. شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ يوسف مساك. أحسن لاعب خلقته تونس؟ محمد العقل. شكون تشوف الله يرحمه، شكون تشوف لاعب في البطولة توا قادر ينجح في أوروبا؟ ما فماش حتى ملاعب. حتى ملاعب. شكون مهاجم كنت تقرا له حساب؟ مايكل. المدافع اللي كنت ترتاح كيلعب قدامك؟ خالد بدر. أقرب لاعب ليك؟ ولي ليشري. شكون أحسن مدرب رناك؟ زوز، نبيل معلول ومعين شعبين. رناك معين في حملة أنفر؟ أفضل مدرب تونسي تاو؟ معين شعبين. شكون المدرب عنده فضل على العرب الماجي؟ مدرب عنده فضل على العرب الماجي؟ حتى حد؟ حتى حد. ماتش ما تنساهش؟ ماتش ريتوال وحملة في حملة أنفر. انا هو علاش ربحنا بلانتيات وقت لانكار نحيت دوز بلانتيات وقت لافا الشيخاوي فكرت اول ما طلعت هذاك فهل احلى باراد عملتها الماتش هذاك انا شيخاوي راس راس وبعد نسيت شكون جوار شديتها على مرتين وبعد بالراس عاود ضربها عاود نحيتها اهم باراد اهم باراد بينالتي كونتر ستاد مرة نلعبو عالتيوا بونتو ندمت عليه بونتو سهل قبلتو بونتو سهل قبلتو بونتو العكروت كيفاه؟ مع ستاد ولا مع الكلوب العكروت؟ مع الكلوب هو وانا ما اعترفش كيفاه؟ اللي براس كورة بيني انا وخليل معناتها ايزيتي انا طلعت ورجعت هز هذيك براس طلعت ورجعت تفكرت شنو هي أكثر حاجة فخور بها في مسيرتك؟ والله برشا حاجات معناتها الحمد لله معناتها تيترويات اللي هزيتهم في الترجي تيتري قعدوا في الذكرى خمس ستة ولا سبعة باراد تمنيت لو كان انت عملتها باراد ماتش صفاقس معز بن شريفية نحا وقت اللي دخل نحا بيلانتي على مارتين حلوة ياسر أقوى جمهور كي تدخل تلعب ضده تتفجع ضده ضده اي الاهلي اهلي المصر الاهلي المصر في مصر علاش؟ في استاد القاهره كي يبدا معبي الكل كي تدخل يبدا معبي استاد الكل بعد حمل انف وترجي شكون تشجع؟ شكون جمعيه اقرب لك؟ نشجع حمل انف وترجي اي بعدهم اقرب لك تميل لها شويه في تونس؟ ما هي لا في تونس لا ما نشجعش الحقيقة حتى حد لا حتى حد حمل انفو الترازي حاجة فيك ما تعجبكش كسوحية راسي أحسن لاعب في العالم تو كريستيانو رونالدو أحسن جارديان نوير أحسن مدرب في العالم برشا مدربين إيه سمي لي واحد مورين أنت جاي خممت قلت زعما شنو يسألني شوية خممت يخمم مش خممت أصلا خممت كان تيفي لوكويز لوكويز